على ان شاء الله كده ربنا يكرم كده البلد ويجي باين مره يقول لنا ايه خلاص انتهينا من تخفيف الاحمال. على فكره الشعب المصري بالنسبه له الخبر ده اهم خبر، اهم خبر مستنيه ايه يعني في التوقيتات اللي هم الدنيا تكون ايه استقرت والجو بقى نرجع شويه الطقس يهدي وما بقاش فيه استهلاك للكهرباء كتير والتكييفات كتير، وبالتالي تبدا الامور تعود يعني، وتكون كمان الدوله بدات انها تضبط منظومه الكهرباء، منظومه الغاز والمازوت، منظومه الاستهلاك، منظومه تمويل من الاخر تمويل. لو انت معاك النهارده فلوس دولارات هتوفر شحنات اللي انت محتاجها، انت بتحاول النهارده توفر شحنات ولكن بتحاول تقلل شويه تخفف شويه من معدلات الاستهلاك الكبيره، ولكن هو ده الشعب المصري. الشعب المصري حق علينا وحق على البلد وحق على الحكومه وحق على كل الشعب المصري له حق ان الكهرباء دي تفضل موجوده، لان هو بيدفع في الاخر. ما هو اي حد بيستهلك النهارده ايه؟ بيدفع. اللي مشغل تكييف هو حد بيجامله؟ ما حدش بيجامله. هو له حق في الكهرباء والكهرباء لها حق انها تاخد قيمه الكهرباء. خلاص؟ فالموضوع يقول لك ايه؟ اديني كهرباء، شغل الكهرباء وانا هدفع قيمتها، هدفع ثمنها. طبعا لسه مش عارفين رايحين ايه الواحد يوليو زي النهارده، الاسبوع الجاي، يوم الاثنين الجاي بدايه الشهر. رايحين فين في هذا الامر؟ يعني هنشوف هنشوف هيتعمل اجراءات ازاي، اجراءات، ولكن ما يهمنا النهارده الكهرباء للناس، حق المواطن يجد الكهرباء في الوقت اللي هو عايزه. مش عايزين مساله تخفيف الاحمال دي تفضل معانا فتره طويله او فترات طويله زي ما وعد دوله رئيس الوزراء، وانا قلت ده امبارح وبكرره لانه رئيس الوزراء قال لنا، فخلاص قال لنا في مؤتمر صحفي شهير ان شاء الله بالاقصى، وانا بكرر الكلام ده، ويفضلوا كل شويه ياخدوا الكلام ده، انا بقوله نقلا عن دوله رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وعدنا وقال لنا مش سر، وعامل مؤتمر صحفي وزعناه واتكلمنا عنه واكدنا عليه انه الازمه دي معانا شويه نتيجه للظروف الكبيره والظروف اللي حوالينا. خلي بالك حضرتك احنا عندنا، بس ده بيقول ان احنا عندنا يعني محدش طبعا بيتوقع الطقس بكره يبقى ايه، اقصد مش بكره بكره يعني، بكره عارفين، بكره وبعده وبعده لحد يوم الجمعه عارفين. طب الاسبوع اللي بعده، طيب في شهر يوليو متوقعين يبقى ايه؟ يوليو عندنا 7 و8 دول اصعب شهرين في السنه درجات الحراره. طب دول محتاجين كميات غاز ومازوت قد ايه اضافيه؟ طب محتاجين عشان اجيب ده محتاج قد ايه فلوس؟ محتاج 600-700 مليون دولار، مليار دولار، اكتر ولا اقل؟ محتاج عشان تغطي ده شهرين ثلاثة اللي جايين دول محتاج كام؟ كل شهر 300 مليون ولا 400 ولا اكتر ولا اقل؟ محتاجين فلوس كتير، محتاجين فلوس كتير. طبعا مفيش اي حد يقبل ابدا، ولا حد هتلاقيه طالع على الهوا كده يدافع عن تخفيف احمال خالص، محدش ابدا. كل واحد فينا، كلنا مواطنين، ومفيش مواطن زعلان من تخفيف الاحمال اوجه ليه اي اتهام ابدا. انا بقول على الهوا، له كل الحق، له كل الحق. انا بتجيلي تليفونات لما بيكلموني بسمع الناس واتكلم مع الناس، ومش عايز اقول لحضراتكم قد ايه، واقول للمواطن ايوه حقك. طب ما حقك هو زي ما انا بقول على الهوا بقوله في التليفون لما الناس بيكلموني كتير، مش عايز اقول لكم يعني، برد على التليفونات، شفت الكهرباء اسمع اسمع، لانه ليهم حق علينا نسمعهم وحقهم
حقهم كمان اللي بيتقال، مش لازم يتقال يعني يتقال، ولكن على الأقل النبض والإحساس وصوتهم يبقى طالع زي ما بيجيلي، يطلع كده ويتشاف ويتسمع. هي الدولة مش شايفة؟ شايفة طبعا وسامعة وعارفة. مجلس الوزراء مش شايف؟ أكيد. أجهزة الدولة كلها شايفة؟ طبعا شايفين ردود الفعل السلبية، أنا بقولها أهو كله طبعا. ما أنا بقولك ده بنتكلم على درجة حرارة يعني صعبة، فمحدش أبدا مع هذا الإجراء. ولكن هل لا عندك النهاردة أمرين؟ لما أنت عندك ظرف صعب شديد جدا، عندما تعرضنا لهذا الأمر في 2014 كانت الخطة العاجلة للدولة المصرية إن الصيف اللي حصل ما يتكررش. تمت الخطة بمنتهى السرعة، بمنتهى السرعة، واتعملت الخطة واتبنت محطات. على فكرة لما كناش عملنا المحطات دي الساعتين والتلاتة دول ما كانوش هيبقوا ساعتين وتلاتة. لازم أقول لكم الكلام الصح، ولازم نبقى شايفين ده. لو ما اتعملش إجراءات اللي اتعملت الخطة ديت 2015 ما كانش تخفيف الأحمال إن نوصل النهاردة في 24 ساعتين وثلاث ساعات. لا، عندنا في البلد في شطورة بيكلموني تقريبا كل يوم، بلاد اللي حوالينا تقريبا بيكلموني كل يوم، ومش بيلاقيني بالتليفون يبعت لي رسالة. الكهرباء عندنا بتقعد أكتر من كده، قطع الكهرباء أكتر من كده في القرى. طب ما دول بقى بشر مواطنين بتقعد عندهم كتير، ومش مرة، أكتر من مرة. وإحنا الصعيد عندنا الحرارة أكتر من القاهرة، أكتر من محافظات الصعيد كلها درجة الحرارة فيها مرتفعة عن باقي محافظات الجمهورية. يعني مفترض إن أنا كمان أبقى براعي هذا الأمر، براعي في كل شيء. الناس لها حق، دايما بقول كده، المواطن له كل الحق في طلباته، وحتى لو اشتكى شكوة المواطن مجابة ولازم اسمعها وامتص زعل الناس. تاني بقول نمتص زعل الناس، ناس زعلانة ايوة، ما حدش ابدا يطلع يقول لك كلام غير اللي انا بقوله لحضرتك. موضوع الكهرباء مزعل الناس، طبعا مزعل الناس.